نمل الكونغا أو النملة الرصاصة أو الطلقة هي نوع من أنواع النمل المعروفة باسم النمل الكونغا أو رصاصة النمل، ذلك بسبب لسعتها القوية والفعالة. تعيش في الأراضي المنخفضة الرطبة بالغابات المطيرة من نيكاراغو وأقصى الشرق من هندوراس إلى جنوب باراغواي، وتسمى بالنملة الرصاصة أو نمل 24 ساعة، ذلك من قبل السكان المحليين في إشارة إلى 24 ساعة من الألم الذي يتبع من أصيب بلدغ. وقد اكتسبت الحشرة المعروفة باسم النملة الرصاصة اسما من الألم الشديد الذي تسببه لدغتها المليئة بالسم، ويعاني من يتعرض لهذه اللدغة من آثارها المؤلمة مدة تتراوح ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة متتالية. فسميت بالنملة الرصاصة لأن من يتلقى لدغتها وكأنما تلقى رصاصة. عامل النمل يصل طوله إلى 30 مليمتر، ذلك في الطول، فملكة النمل ليست أكبر بكثير من العمال. يزعم أن الألم الناتج عن لدغة هذه الحشرة تكون أكبر من أي حشرة أخرى، فهي غشائية الأجنحة وتأتي في المرتبة الأولى باعتبارها الأكثر إلاما، هذا وفقا لمؤشر ألم اللدغة، فإنها توصف بأنها تسبب موجات من الحرقان والخفقان وألم طويل يستمر بلا هوادة لمدة تصل إلى 24 ساعة. وتشل اللدغة أعصاب البيبيستيد المعزولة عن السم، ويؤثر الصوديوم على القنوات الأيونية التي تعتمد على الجهد وتمنع انتقالاً متشابكاً في نظام الجهاز العصبي المركزي. النملة الطلقة رشيقة وقادرة على صد الذباب، ينجذب كل من الذكور والإناث عن طريق الذباب برائحة جرح النمل. غير أن جوستين شميت العالم في مجال الحشرات والذي وضع مؤشر شميت للدغات الحشرات قد اقترب بما يكفي من هذه النملة المتوحشة وهي في وضع الهجوم، فقط لكي يصنف لدغتها على أنها الأكثر إلاما في العالم، ذلك من بين مثيلاتها من لدغات الحشرات الأخرى. ووصف شميت تجربته في هذا السياق بالقول أنها كانت عبارة عن ألم خالص ومبرح وحاد، ذلك مثل السير على فحم مشتعل، وكأنه قد غرس في كعبك مسماراً طوله 3 بصات. كانت هذه نبذة مختصرة عن النملة الرصاصة أو نمل الكونغا. أشكركم لحسن الاستماع، والآن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وكذلك الاشتراك بالقناة. أرحب باستقبال تعليقاتكم ومقترحاتكم، وألقاكم في الفيديو القادم على خير. إلى اللقاء.